أني أصلي صلاة الوتر. نعم. ورا قبل ما أنام. ومثلا مرات بالليل بعد أصلي، هل يعني علي شيء أم لا؟ تصلي الوتر قبل أن تنام، وأحياناً قد تستيقظ في آخر الليل وتتنفل وتصلي يا شيخ. تقول هل عليها شيء فيما لو صلت الوتر قبل أن تنام يا شيخ؟ لا حرج عليها في ذلك، فالوتر قبل النوم جاء به جملة من الأحاديث في الصحيح من حديث أبي هريرة، وكذلك من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاهم أن يوتروا قبل أن يناموا، في حديث أوصاني خليلي بثلاث ومنها أن أوتر قبل أن أنام، وقد جاء ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا في حق من كان يخشى أن لا يقوم من آخر الليل، ولذلك جاء هذا مصرحا به في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، ومن لا فليوتر أوله، وهذا يدل على أن الوتر من حيث وقته الأفضل فيه أن يكون في آخر الليل لما ذكره صلى الله عليه وسلم من أن صلاة آخر الليل مشهودة، لكن إن كان هذا يترتب عليه أن يفوت الوتر بأن يغلب الإنسان أو لا يقوم أو نام متأخرا، فإن وتره أول الليل أحزم وأحفظ لتحقيق هذه السنة والقيام بها. يا شيخ بعض الناس أحيانا قد يكون عنده لبس يعتقد بأنه إذا أوتر واستيقظ آخر الليل فإنه لا يصلي بعد الوتر، لا يتنفل. نعم هو كذلك، بعض الناس يظن أنه لا صلاة بعد الوتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، لكن هذا الحديث لا يدل على عدم جواز الصلاة. نعم. في فيما بعد الوتر لثبوت ذلك عنه، فإنه ثبت عنه أنه صلى ركعتين بعد وتره صلى الله عليه وسلم، إنما يدل على أن السنة في حق من أراد الوتر أن يجعل وتره آخر ما يصليه من الليل، فإن نام أول الليل وقد أوتر أول الليل ونام ثم استيقظ آخر الليل وأحب أن يوتر فإنه على خير وهو يستزيد بذلك خيرا، لكن لا يوتر ثانية لأنه لا وتران في ليلة كما جاء ذلك في حديث طلق بن علي رضي الله عنه.